من شوية انتهى اجتماع ما بين وزيري الداخلية ووزير والشباب لبحث موقف عودة بطولة الدوري العام، لكن لم ينتهي هذا الاجتماع إلى قرار محدد سواء بعودة الجماهير أو بغيره. احنا بنتطلع الحقيقة ان احنا نفس الاداء اللي شفناه في المؤتمر الاقتصادي للشباب اللي كانوا موجودين، نفس الاداء اللي بنشوفه في المؤسسات التي تسعى من اجل القانون، الاداء اللي بنشوفه من الرئاسة، من المؤسسات الامنية، من الجهد اللي بيتعمل ان يتحلى شبابنا بنفس هذه الروح لنستطيع اعادة الدوري العام مرة تانية، انت تنبسط والبلد تنبسط ونشوف بطولات كويسة ونرجع تاني نتقابل في المدرجات ونفرح مع بعض. وهذه الصناعة الكبيرة دي صناعة بتدر دخل على الاقتصاد المصري، يعني مش أي كلام، يعني مش مجرد رفاهية. فاحنا بنتطلع إلى أنه شبابنا اللي بيحرصين على البطولات وبيشجعوا أنديتهم سواء من الألتراس سواء من الوايت نايت سواء من أي حد، أنهم ياخدوا بالهم أنه المشكلة لسه عندهم، انه يعني الداخليه جاهزه والمجتمع جاهز والناس اللي بيتفرجوا على الماتشات في التلفزيون زي حالاتنا جاهزين. المهم هم بقى يساعدونا ويساعدوا البلد انها توصل لنتيجه كويسه نرجع بيها الدوري العام. هل هيرجع ولا مش هيرجع؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه التوقعات؟ انا معايا على التليفون الصديق العزيز الجميل الكابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكره المصري. اهلا بيك يا كابتن عزمي. استاذ خالد منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن عزمي، ازي حضرتك؟ وحشنا ومنور الدنيا والله. يعني الله يخليك يا حبيبي محترم، وربنا يوفقك كده ومن نجاح نجاح ان شاء الله. الله يعزك كابتن عزمي. لو تقول لي بقى، النهارده سمعنا ان كان في اجتماع ما بين وزير الشباب ووزير الداخليه، مش عارف جهودكم ايه وتوقعاتكم ايه بهذا الشأن؟ لا هو بعد الحلاوه اللي شفتها في شرم الشيخ في حاجه هتقف في مصر تاني؟ الله يفتح عليك والله. صح، لا تامين 10 على تامين بر وجو وعلى الارض، يعني في ايه تاني؟ الحمد يعني لله. انت عندك وزاره الداخليه وجيش وحاجه محترمه جدا، تامين 120 دوله، وبالحلاوه اللي حصلت دي والجمال اللي حصل والتامين المحترم ده، الرياضه بقت جزء كبير من الاقتصاد يا استاذ خالد. طبعا طبعا، احنا لسه بنقول للناس كده، الناس متصوره ان ماتش كوره يعني الناس واحد بيكسب واحد بيخسر او يتعادلوا، دي الكوره يا جماعه عامل اساسي في 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 دعم الاقتصاد المصري. صحيح، ورساله للعالم كله ان احنا رجعنا للامن والامان والاستقرار والاستثمار، وان كره القدم جزء كبير في استثمار في الاستثمار في مصر، والفترة الجاية هيكون لكرة القدم والرياضة دور كبير جدا يا استاذ خالد. طبعا طبعا، وتعاون يعني غير محدود مع وزارة السياحة. يعني انت عندك بلد، في قول لي بلد في العالم فيها نهر طوله 1000 كيلو صحيح ما بنعملش فيه حاجة. عندنا 75% من آثار مصر. صحيح. النهارده من آثار العالم. النهارده كان في المؤتمر الاقتصادي، الحاجة اللي شرفت المصريين واسعدتنا واعادت البسمه لينا الحمد لله، وكان في نفس الوقت في بطولات عالم. طب ايه اللي موقفنا بقى كابتن عزمي؟ هل المشكله لسه في الجمهور؟ هل مفيش دور ممكن يتعمل مع الالتراس الوايت تايتس، ولا الموضوع اكبر من كده؟ النهارده حضرتك القرار بتاع النائب العام وضح الامور. وتتذكر حضرتك لما اتكلمنا وقلنا ان الاخوان لهم دور كبير جدا في الفتنه اللي حاصله بين الجماهير، كانت الناس بتضحك علينا، اقول لك ايه اللي بيقول ايه ده، الراجل ده بيخرف اهو. النهارده يوم الزمالك وانبي، انا قلت لهم يا جماعه اخوان مسلمين وراها، 6 ابريل وراها، الناس قاعده بتضحك، وفي بعض الزملاء وبعض الاصدقاء اللي بيعملوا برامج كبيره قوي هرينا بيهم بيقعدوا يهروا بالساعتين والثلاثه، يقول لك ايه الله، ايه اللي دخل الاخوان وايه اللي دخل 6 ابريل. النهارده قرار النائب العام بالاحاله للجنايات ل 16 واحد، مظبوط ولا لا؟ صحيح. احنا وبعدين حضرتك المؤتمر الاقتصادي شغال، وناس داخله في جامعه القاهره عاملين يفض ضد هم برضو، ما هو اللي بتلاقيهم ايوه اللي بتلاقيهم في الميدان بتلاقيهم في جامعه القاهره نفس الكتيبه دي. نفس الكتيبه ايوه. فبرضو المساله بقت واضحه يا استاذ خالد، والكلام مش هيأخرنا بقى تاني، خد بالك يعني مش هيأخرنا خلاص. امبارح كان معايا السيد وزير الرياضه عبد العزيز، واكد لي ان سياده الوزير مجدي عبد الغفار، وعلى فكره انا بحييه وانا بشكر اللي هو محمد ابراهيم على اللي قدمه، وبحيي هذا الرجل
اللي بصمته ظهرت في فتره وجيزه جدا. صحيح ضبط وربط صحيح. والتزام. طب على ذكر الداخليه، خليك معايا كابتن عزمي، ما تقفلش معايا الناحيه الثانيه. سياده اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزاره الداخليه، اهلا بيك سياده اللواء. مساء الخير استاذ خالد، وتحياتي للكابتن عزمي. الله يخليك يا فندم. النتيجه ايه بتاعت الاجتماع؟ هل احنا رايحين في سكه انفراجه في عوده الدوري بالجمهور، ولا لسه في حاجه متعطله؟ يعني نتمنى هذا، لكن طبعا هو لم يتخذ قرار نهائي بعد. خلال 24 ساعه القادمه هناك اجتماع اخر هيضم الاجهزه الامنيه المعنيه مع اتحاد الكوره مع وزاره الشباب. ونتمنى ان شاء الله في هذا اللقاء خلال 24 ساعه القادمه أن نصل إلى صياغة نهائية بشأن عودة الدوري. لكن هو حتى الآن لم يتخذ قرار نهائي في هذا الأمر. هي مشكلتنا فضل، هل إحنا مش بنقدرش نقدر نعمل إجراءات تأمين أكثر كثافة بره، ونجيب الناس بدري بحيث إن ما نحول دون حاجة زي اللي حصلت في الدفاع الجوي، أو حاجة زي اللي بتحصل من الشماريخ والصدمة مع الجمهور؟ ما نقدرش نعمل كده يا فندم؟ الأمر يا أستاذ خالد لا يتعلق فقط بالإجراءات التأمين. الأمن قادر تماما ان هو يقوم بدوره على الوجه الاكمل. ولكن الامر متعلق ان تنسيقات كامله ما بين الامن والمنظومه الرياضيه بشكل كامل. طبعا احنا مرينا بازمات صعبه جدا. ومش لا نريد ان احنا نخوض ازمات او نتعامل مع ازمات بهذا الشكل المستوى مره ثانيه. تمام. للاسف الشديد. وبالتالي يجب ان نكون حذرين تماما، ويجب ان نتعامل بجديه وواقعيه تماما مع هذا الامر. بالتالي ان احنا بنضع كل السيناريوهات اللي موجوده، بنضع كل الامور وندرسها بشكل جيد جدا، يبقى في تنسيق كامل مع اتحاد الكوره، ناس محترمه جدا، ناس عندهم قدره تحمل مسؤوليه، وبيبدوا تعاون كامل. الانديه نفس الوضع، المنظومه الرياضيه كلها عندها وزير الشباب الحقيقه بيبذل جهد كبير جدا في هذا الاطار، وايضا وزاره الداخليه مدركه، السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه مدرك تماما اهميه كره القدم بالنسبه للمواطن المصري وشعبيتها، بالنسبه للمواطنين المصريين. لكن بالتالي يجب ان ندرس هذه الامور بشكل جيد جدا. طيب. خلال 24 ساعه القادمه يا هاني بيه، النهائي ونعلنه ان شاء الله. هاني بيه، طيب كابتن عزمي معايا طبعا زي ما انت عارف على التليفون. كابتن عزمي، عايز تقول حاجه للداخليه في هذا الامر؟ عايز توصي توصيه؟ عايز تقودنا الى سؤال؟ انا عايز اقول حاجه. انا بقى طبعا بمسي على سياده اللي هو هاني، وعايز اقول حاجه ان بعد الابهار اللي شفناه والتامين المحترم اللي كان في شرم الشيخ، انا على ثقه كامله بان وزاره الداخليه عندهم القدره لتامين 100 مباراه بجماهير كمان. تمام. ثقه كبيره فيهم جدا، والناس دي متعاونه لاقصى درجه، وضحوا عشاننا كتير قوي يا استاذ خالد. صحيح. بنثق فيهم وبنثق في قدراتهم، لان هم بلد بدون امن يبقى في فوضى، لكن احنا بنحييهم واحنا متعاونين معاهم. وكل والاستاذ وزير الرياضه امبارح بيقول لي السيد وزير الداخليه يعني مهتم بهذا الملف جدا، اللي هو هاني عبد اللطيف بصراحه من الشخصيات المحترمه اللي في اي وقت بتلاقيه وفي اي وقت بيديك المعلومه الصحيحه على فكره. تمام. انت عندك سياده اللواء هاني عندك ثقه هم من اتحاد الكوره وتعاون كبير، يعني عايزين اخبار حلوه ان شاء الله يا استاذ خالد باذن الله. يعني بكره ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بعد الاجتماع الثلاثي ان احنا نصدر قرار نهائي في هذا الامر، وهنعلنه بشكل واضح زي ما تعودنا دايما مع الاعلام، يبقى في مصداقيه كامله عند اصدار القرار، هنعلنه بشكل كامل لحضرتك ان شاء الله. ما يفوتنيش بقى سياده اللواء اني اشكركم على التعاون الكبير مع اجهزه التحقيق في موضوع شيماء الصباغ، ده موقف محترم ويظهر احترامكم للقانون. ما يفوتنيش ان انا اقول لك كده ابدا، بشكركم شكرا جزيلا يا سياده اللواء. طبعا يا استاذ خالد، انا طبعا وزاره الداخليه ملتزمه بقرارات النيابه، ملتزمه بالقانون. وزاره الداخليه بتاكد بثقة كاملة ويقين ثابت أنها ستظل ملتزمة بتطبيق روح القانون قبل نصوصه دون تجاوز على حق أو تساطر على خطأ. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك أستاذ خالد، إن إحنا كرجال شرطة مدركين تماما تحديات المرحلة وما بعدها. إحنا في حالة حرب، في حالة معركة، هناك متوقع يكون هناك أخطاء غير متعمدة، ومصرين تماما على هزيمة أعدائنا بمواصلة الجهد، مواصلة التضحيات ومحاسبة المخطئين. هنهزم أعدائنا بده إن شاء الله، لكن أنا بقول لحضرتك في نفس الوقت ان وزاره الداخليه ستظل ثابته على اداء رسالتها بقوه مضاعفه في التصدي لكافه اشكال وصور الجريمه، سواء على المستوى الجنائي والارهابي، مهما كلفنا ده من تضحيات. بشكرك شكرا جزيلا، احنا بنثق فيكم في هذا الامر. شكرا جزيلا سياده اللواء هاني. كابتن عزمي، عايز تقول كلمه اخيره في هذا الامر؟ عايز اقول ان عوده الدوري بقى امر حتمي، وده اعاده لهيبه الدوله،
وان ما فيش شويه صبي هياثروا في 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 قرارات زي عوده الكره او من عدمها. احنا دوله مؤسسات محترمه يعني، ان شاء الله ان شاء الله الدوري راجع ان شاء الله. عوده الدوري ده من هبه الدوله وثقتنا كبيره في رجال الشرطه ان شاء الله، عندهم قدره على التامين. وانا بقول ان الانديه كلها متعاونه، الاتحاد الكره متعاون، كل المنظومه متعاونه باذن الله. واتمنى من كل قلب الله استاذ خالد يا رب ان ارى الملاعب منوره بجماهيرها المحترمه يا رب ان شاء يا رب الله يا رب. شكرا جزيلا كابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكوره. انا بقى ايه، عشان النهارده عندنا حلقه مهمه، وزي ما بقولت لحضراتكم احنا بنتكلم حوالين انجاز اقتصادي بيحصل في الداخل، انجازات على مستوى القانون، ان شاء الله انفراجه تحصل في كل الاجواء في مصر، ان الاوضاع مختلفه تماما. بصوا كده وراكم تكتشفوا قد ايه الحمد لله المصريين محققين خطوات كبيره جدا جدا على كل الاصعده. في وسط ده واحنا بنرتب اوضاعنا الداخليه بالشكل ده، مش عايزين ننسى انه بالاساس كان في تحديات امن قومي هي اللي سببت المشاكل الاولانيه. عندنا خطة كبيرة، عندنا تصور لإعادة تشكيل خريطة المنطقة، عندنا ليبيا فيها داعش وفيها دولة منهارة، عندنا العراق بمشاكل طائفية بداعش برضو في العراق، داعش في سوريا، المشاكل اللي موجودة في لبنان، عندنا المشاكل الموجودة في اليمن تأثيرها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأبن مصر القادم من الجنوب، عندنا قضايا المياه، يعني طبعا الأوضاع في سيناء. كل ده هنقشه ونشوف مستقبله ايه وايه اللي ماشيين عليه كدولة استراتيجيا وعلى صعيد ملفات الامن القومي، مع رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية سمير غطاس. هستناكم بعد الفاصل.